ضربة ثانية موجعة في أقل من 4 أشهر أسقطت فيها شرطة دبي شهير مواقع التواصل الاجتماعي المحتال ريمون الرونوا عباس الملقب بهشبابي ومن خلفه أفراد عصابته المتخصصون في جرائم احتيال إلكترونية دولية منظمة عملية نوعية جديدة أطلقت عليها شرطة دبي صيد الثعالب 2 قضت على آمال عصابة هشبابي المكونة من 12 فردا وأوقفت جرائم احتيالها المنظمة التي امتدت يدها لتسرق جيوب الناس من مختلف أنحاء العالم 6 فرق مداهمة لشرطة دبي انقضت في وقت واحد وفي ساعة الصفر على أماكن سكن أفراد عصابة هشبابي وباغتتهم أثناء سباتهم العميق وقبل أن يدركوا ما حدث حولهم كانوا جميعا مكبلي ليدي تباهى بثرائه ومقتنياته على مواقع التواصل الاجتماعي تحت ستار أنه رجل أعمال لكن ما لم يكن يدركه رجل الأعمال المحتال أن دوريات شرطة دبي الإلكترونية كانت تضعه تحت أعينها وتتابع تحركاته عن كثب وذلك بعد أن وردت معلومات عن ضلوعه في جرائم احتيال وقيادته لعصابة أفريقية تابع فريق عمل احترافي حسابات هشبابي وعصابة في التواصل الاجتماعي وتبين للفريق أنهم محترفون في إنشاء الصفحات المقلدة على مواقع التواصل بأسماء وهمية إلى جانب الادعاء بأنهم من أفراد الطبقة المخملية ذات الثراء الفاحش بهدف استدراج ضحاياهم من أجل النصب والاحتيال عليهم تبين للفريق أيضا أن العصابة متخصصة في اختراق البريد الإلكتروني للشركات وإرسال رسائل مزيفة للمتعاملين معهما ليتمكنوا بذلك من تغيير مسار التحويلات المالية إلى حساباتهم البنكية كما وعملت أيضا على تصميم وتقليد صفحات وهمية على الإنترنت خاصة بالشركات والبنوك لسرقة بيانات البطاقات الائتمانية للضحايا كافة هذه العمليات الإجرامية أوقفتها شرطة دبي في صيد الثعالب 2 لتساهم في فك رموز قضايا نصب عالمية تصل قيمتها إلى 1,600,000,000 درهم إلى جانب ضبط مبالغ تفوق 150,000,000 درهم وتحريز 21 جهاز حاسب آلي و47 هاتفا ذكيا و15 ذاكرة تخزين و5 أقراص صلبة تحتوي على 119,580 ملف احتيال وكشف عناوين 1,926,400 ضحية ومصادرة 13 سيارة فارهة اشتراها هشبابي وعصابته من جرائم الاحتيال ب25,000,000 درهم صيد الثعالب 2 صيد جديد أسقطت شرطة دبي به عصابة احتيال منظمة لتحمي ملايين الضحايا في العالم من شرهم وتؤكد أنها ستضرب بيد من حديد كل محتال يعتقد أنه في مأمن إذا ارتكب جريمة إلكترونية